خلال القرن الخامس الهجري ازداد النفوذ وطموح دولة السلاجقة في بلاد أسيا، ما أزعج البيزنطيين كثيرا من هذه التحركات، وصمم الإمبراطور الروماني على الخروج بجيش جرار يقضي به عليهم، حتى جاء فارس شجاع. فارس شجاع عرف بالأسد الباسل والسلطان الثائر، إنه القائد ألب أرسلان في واحدة من أهم المعارك الحاسمة بتاريخ فوارس الإسلام. هو محمد ابن جغري بيك داود الذي عرف باسم ألب أرسلان ومعناها الأسد الباسل، نشأ في خراسان حيث كان والده حاكما عليها، وأسندت إليه قيادة الجيوش في السن المبكرة، فأظهر شجاعة نادرة. كيف أثرت تنشئة ألب أرسلان على الفروسية والمهارات المتعددة وحسن الإدارة في تكوين شخصية القائد الفاتح؟ ألب أرسلان أو الأسد الشجاع باللغة التركية تولى الحكم بعد عمه طغرل بيك، وهو من كبار سلاطين السلاجقة أيضا، وورث من ضمن ما ورث أيضا الحدود مع الدولة البيزنطية. الحقيقة أنه السلاجقة يعني لعبوا دورا في غاية الأهمية في التاريخ الإسلامي، عندما دافعوا عن الخلافة العباسية وأصبحوا هم يعني ما بين العباسيين وما بين البيزنطيين. أظهر القائد ألب أرسلان سوابق من الفروسية ومهارات حسن الإدارة والحروب والمهارات القيادية، هل كان للتنشئة الاجتماعية دور في تكوين القائد الماهر؟ كان أبوه معروف بقوة الإيمان وقوة العقيدة واليقين وحب الجهاد والغزو، فهو أنشأ وكان يعي جيداً أن الإسلام الذي ننتمي إليه في مجال التربية والتكوين يدعو إلى تكوين طلائع مؤمنة بالكتاب والسنة بما يحويه من أخلاق وتشريعات وقيم وأنظمة، فنشأ على هذا النحو، كان محباً للعدل، كان محباً للقيم والأخلاق والمبادئ. امتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث، على حب نبيكم وآل بيت نبيكم وقراءة القرآن، فكان محباً لقراءة القرآن، وكان يقرأ في سير أسلافه القدماء يتعلم منهم حب الغزو وحب النصر وحب انتشار الإسلام، فنشأ على هذا النحو. وكان لعدة جوانب في هذه التنشئة، لعل من أهمها التنشئة الإيمانية، حيث كان فيما يعني يقولون عنه أنه كان بيواظب على الصلاة دائما، وكان يواظب على قراءة القرآن، وكان له ورد في هذا الموضوع. وصل السلطان بجنوده إلى موقع ملاذ كارد، وأرسل للإمبراطور رسولا يعرض عليه الهدنة. هل النشاط الحربي وفروسية ألب أرسلان أزعجت الإمبراطور البيزنطي؟ بينما كان ألب أرسلان يتوسع في فتوحاته الإسلامية ويؤسس قوة كبيرة عظمى، في الوقت ذاته كان الإمبراطور متخوف كثيرا من هذه القوة التي ربما تهدد موقعه الاستراتيجي والسياسي، فكان يريد أن يؤمن حدوده ويؤمن مواطنه في حدود الدولة البيزنطية، فكان متخوف كثيرا من السلطان ألب أرسلان، وبناء عليه كان بتحركه المبدئي لكي يوقف هذه القوة ويعني يحد من انتشار هذه القوة اللي كانت متمثلة في الدولة السلجوقية بقيادة ألب أرسلان. هل كان السلطان ألب أرسلان يرغب في بداية الأمر بالحرب أم كان يرغب بالدخول سلما؟ لم يكن يرغب في الحرب في هذا التوقيت، لكن هذا التوقيت فرضه الصراع السياسي داخل الإمبراطورية البيزنطية، وأراد الإمبراطور رومانوس الرابع أن يحقق نصرا يعني مزدوجا، مرة على أعدائه السلاجقة المسلمين، ومرة لكي يوطد من حكمه في الإمبراطورية البيزنطية. ألب أرسلان أرسل الرسل في بداية الأمر للإمبراطور البيزنطي، هل كان يرغب في الصلح قبل أن يدخل في الحروب والفتح عنوة؟ أرسل إليه وطلب منه الهدنة لكنه رفض، وقال له كلمة مشهورة التاريخ سجلها، قال له: لا هدنة إلا بالري، يقصد أنه لن يقبل بالهدنة ولن يقبل بالصلح إلا إذا وصل إلى مدينة الري اللي هي كانت تعتبر يعني قلب وعاصمة الدولة السلجوقية، وكان لابد أن السلطان يخوض هذه المعركة. ويمكن السلطان في بداية المعركة حقق نصرا بسيطا لما أغار
في بعض شكل من أشكال المعركة، أغار على بعض الجنود وأحدث يعني انتصارا خفيفا، لكن السلطان رفض الصلح واستمر على ذلك وطلب منه الهدنة، ولكنهم يعني إلى أن قامت المعركة. حقق المجاهد آلب أرسلان قائد جيوش المسلمين انتصارا عسكريا فريدا في التاريخ الإسلامي على الدولة البيزنطية وحلفائها، ووقع إمبراطور الدولة البيزنطية رومانوس الرابع أسيرا في هذه الموقعة الحربية. في القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي استطاع آلب أرسلان بالخطط الحربية وأيضا بالبراعة في الخداع والمهارات الفروسية في أن يفتح هذه الموقعة وينتصر فيها. كيف استخدم الخطط الاستراتيجية في خداع البيزنطيين؟ هو استخدم ما يسمى بخطة الكماشة عبر انسحاب الأطراف حتى يتوغل الجيش البيزنطي. الإمبراطور رومانوس أيضا لم يستمع إلى نصائح مستشاريه، الأمر الذي أدى إلى وقوع الجيش البيزنطي الكبير في فخ الحصار ثم الهجوم المباغت من قبل آلب أرسلان ورفاقه، الأمر الذي أدى إلى تمزيق الجيش البيزنطي تمزيقا كبيرا، بل وسقوط الإمبراطور رومانوس نفسه أسيرا في قبضة الأتراك السلاجقة، وهو حدث مفصلي كبير في العلاقة بين البيزنطيين والسلاجقة. عندما وقع الإمبراطور البيزنطي أسيرا بين يدي آلب أرسلان، ماذا فعل؟ لما وقع أسيرا بين آلب أرسلان عرض عليه وقال له: أما لو كنت مكانك ماذا كنت ستفعل؟ أكنت تقتلني؟ خيره. قال له: لو أنا كنت مكانك ماذا ستفعل؟ أكنت تقتلني؟ قال: نعم كنت سأقتلك. قال: فماذا تظن أني سأفعل بك؟ قال: إما أن تقتلني وإما أن تشهر بي. ودي كانت من عادة بين الملوك والرؤساء والسلاطين آنذاك، اللي هو التشهير في البلاد، إما أن تقتلني وإما أن تشهر بي في بلاد المسلمين، وأما الأخيرة فهي مستبعدة، إما أن تعفو عني. ولكن السلطان التزم عفو الإسلام وأخلاق الإسلام ومكارم الإسلام، لما عرف أن العفو يكون عند المقدرة قال: بل أعفو عنك مقابل جزية من المال أو مبلغ من المال فدية، ثم عفى عنه بعد ذلك وعاد إلى بلاده كما أراد السلطان. ما دار من حوار وموقف بين آلب أرسلان وأيضا الإمبراطور البيزنطي عندما وقع أسيرا؟ الإمبراطور البيزنطي توقع طبعا أنه آلب أرسلان سوف يقوم بقتله، ويعني قال له أن لو كنت مكانك لفعلت هذا الشيء عندما سأله آلب أرسلان، لكنه آلب أرسلان لم يكن يعني منذ بداية الأمر شخصية تصادمية، بدليل أنه يعني لم يسعى إلى المعركة من الأول. هو حاول أن يستثمر سقوط الإمبراطور في الأسر في تحسين، أولا طبعا في ضم أراضي كبيرة جدا إلى دولة السلاجقة، ثم تحسين العلاقة مع البلاط البيزنطي، وكان يدرك أن هناك صراع على العرش في بيزنطة، فهو تعمد ألا يقتل الرجل وعاده معززا إلى القسطنطينية بعد دفع فدية ضخمة، لأنه كان يدرك أن الإمبراطور ينتظره هناك مصير كبير وسط الصراع على العرش في القسطنطينية. بعد انتصار آلب أرسلان في معركة ملاذ كارد، كان ذلك إذانا بنهاية حكم الروم البيزنطيين في آسيا الصغرى وبداية لحكم المسلمين الذي غير مسار الحياة في هذه المنطقة. نتائج كبيرة لهذه الموقعة على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الديني. المستوى السياسي يعني السلاجقة وصلوا إلى قلب آسيا الصغرى وأنحاء كبيرة من أوروبا، وأيضا على المستوى الديني نشر الإسلام في الكثير من أرجاء هذه القارة. هي تعد أكبر انتصار يحققه المسلمون على الروم اللي هي الدولة البيزنطية منذ الانتصارات التي كانت في أجنادين واليرموك في القرن السابع الميلادي، لأنها أعطت المسلمين أرضا باتجاه القسطنطينية. آسيا الصغرى مهدت الطريق. آسيا الصغرى أصبحت الآن في قبضة المسلمين، وهذه ميزة كبيرة جدا لسبب لا يعرفه البعض، هو أن آسيا الصغرى بسكانها العديدين كانوا هم مصنع الجيش البيزنطي، الرجال كانوا يأتون دائما من فلاحين آسيا الصغرى. الآن فقد الجيش البيزنطي هذا المورد الكبير الذي تحول إلى الإسلام. هل من هذه الموقعة مهدت بالفعل لانتشار الإسلام في قلب آسيا الصغرى وأنحاء أوروبا؟ هذه المعركة ساعدت على انتشار الإسلام وانتشار هذه الدولة القوية التي جاءت في وقت حرج جدا
كان العالم يعني يئن فيه أنينا يسمع، يحتاج إلى قوة تحمي بيضة الدين. فبدأ الانتشار في آسيا الصغرى، وانتشر الإسلام في هذه المعركة، وسبب هذا انزعاجا كبيرا للدولة البيزنطية، حتى إن بعض المؤرخين يقولون أن هذه المعركة كانت البداية الحقيقية للانحدار للدولة البيزنطية اللي كان بيحكمها الرومانوس الرابع اللي هو القائد البيزنطي في هذا التوقيت. بعد انتصار المسلمين في موقعة ملاذ كارد، توسعت فتوحات السلاجقة حتى وصلت إلى قلب آسيا الصغرى وأجزاء من أوروبا، وأسسوا فرعاً لدولتهم أسموه سلاجقة الروم، وظل الحكم تحت أيديهم لمدة قرنين من الزمن.